وفضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بتقصيري في حقك، هل هذا صحيح؟ توسل إلى الله بضعفك وحاجتك، لا تقول بتقصيري. تقصير ما هو طاعة، تقصير ليس طاعة تتوسل بها إلى الله، لكن قل: اللهم اغفر لي تقصيري وخطأي. والحديث: اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وأزلي وجدي وكل ذلك عندي. فأنت لا تتوسل إلى الله بتقصيرك، ولكن تتوسل إلى الله بضعفك وحاجتك إليه سبحانه، واعترافك بأنك مقصر، اعترافك بأنك مقصر هذا عبادة وعمل. نعم.